القدم السكري هو مرض يصيب مرضى السكري من خلال ظهور بعض الأعراض المرضية في القدم كالتورم والقرح. هناك عوامل أساسية في حدوث القدم السكري، منها التهاب الأعصاب الطرفية الذي يؤدي عادة إلى فقدان الإحساس أو نقصه لدى مرضى السكري، وضيق أو انسداد الشرايين الطرفية التي تغذي القدم. هذا بالإضافة إلى مرض الأوعية الدموية الدقيقة، قد يؤدي هذا إلى التهابات القدم السكري المختلفة التي تنتج من التهاب النسيج الخلوي. إذا ظهرت العلامات التالية بقدم مريض السكر فإنه يصبح حتما مصابا بالقدم السكري: تشوهات القدم مثل الاعوجاج أو انحراف القدم إلى الأعلى أو الأسفل، أو تغيير شكل الأصابع وتغيير لون أجزاء من القدم مثل ميلها إلى الحمراء وبياض القدم أو بياض ما بين الأصابع، وبالتالي يحدث تغيرات فوق سطح الجلد وداخله، ومما يزيد المخاطر للعدوى البكتيرية المسبب للتقرحات والجروح التي لا تلتئم. كل هذه التغيرات تجعل المريض عرضة لإحساسه بالألم أكثر بكثير، ويؤدي هذا إلى عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي. حياتك سكر من غير سكر.